القسم الخامس والأخير خاتمة هذا الكتاب المبارك. بنزم قسم جاء خاتمة لذي كتاب أخيري خاتمة. ذكر في المؤلف ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. بدي كي مؤلف هر رقصة ذكر كده دي جاء دي إيمان دا آخرت من إيمان نحسابي كي هر رقصة جاء دي مرق نبات دي. وذكر في وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أو دي ذكر كده دي شيء الكفر دي دولتنا دي كفر دي خارنا دي مسلمانان وزيت هجرة كل واجب. دي. باقي على قيام الساعة. ترقى ما ترزا فوري ده حكم. نعم. وذكر في أن المسلم لابد قبل أن يؤمن بالله لابد أن يكفر بالطاغوت. أو دي ذكر كذا ده مخ كده دينا شيء أو كسب الله بعد إيمان راودي بطاغوت بكفر كي. نعم الطاغوت من الطغيان من التجاوز. طاغوت ده الطغيان أو سركشي تجاوز نده. يتجاوز الحد ويعبد الأحجار والأشجار. حد كراس كي وغدا كانوا ده بطو ده عبادت كي. يتجاوز الحد ويطيع العلماء والأمراء في معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أم ده غرانجي أغا حد نتجاوز كيد أمراء ودمشران وداغي إطاعت كيد الله في معصية كيد. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. طواغيت دير زياد دي خبين زبكي غد غد دي. إبليس. إبليس شيطان. نعوذ بالله منه. الله نبنا وغادو بدي. ومن عبد وهو راضي. أو ده جاتش عبادته كده شو وغير رازيو. يعني جاء إنسان لآخر وسجد أو ركع له إذا رضي بهذا فهو طاغوت. يعني يا إنسان راغي أو كثر السجدة وكرو داغي عبادته وكو غفا ديبان دي رازيو نو دا طاغوت دي. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون. أو تاجي تخبل زان عبادته بارا خلق دعوتك لك فرعون. ومن ادعى شيئا من علم الغيب. أو تاجي دا غيب وناس دعوة وكرا شب ديبان زي خبري. يقول تقوم القيامة يوم كذا. او يا دا خبروك چې فلاني ورځ قیامت ده غدا يموت فلان سبب فلانه مړکیږي غدا يفوز الفريق كذا سبب فلانه ډله کامیابیږي والله كاذب وكافر كفر اكبر فالله قسم هغه کاذب ده دروغجن ده او كفر غټ كفر کې واقع ده الخامس من يعتقد ان الحكم بما انزل الله لا يصلح بنزم هغه ده چې څوک دا عقیده لري چې الله رب العالمين چې فیصله نازل کړی ده قران هغه ند صحیح نه ده لكن لو اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وقدم حكم القوانين لغرض من أغراض الدنيا هذا كفر دون كفر كفر أصغر أو كتشاد عقيدة وساتر الله شكم قانون نازل كره ده هغا سيدة لكن نور قانونون شكم ده غيبا ده باني مخي كره ده كفر دون كفر ده نعم بهذا ولله الحمد تم الشرح المختصر لهذا المتن المبارك أو بدي سرا ده الله ففضل سرا ده دي متن خلاصة شرح شكم ده غا ختم شوى نقرأ هذا المتن دا متن بوايو وأهم شيء في هذا المتن الأدلة أو أهم شيء بدي متن كي أغدى لائل دي وهذه الأسئلة التي تسأل عنها من ربك ما دينك من نبيك ما هو الإسلام ما هو الإيمان أو دا سؤالنا هم دي رحم دي كم بتانا تبوس كي جي رب دي سوك دي نبي دي سوك دي إسلام أو دي إسلام أركان أو دي إيمان أركان سدي نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد والله اعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا الله رب العالمين هذا سؤالك وجعل الله رب العالمين زمنك اخري خاتمه بالتوحيد سركي وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام